المحتجون ما زالوا في مبنى مجلس النواب اليوم الثاني على التوالي، مصممين يعني عدم الخروج من المجلس حين تحقيق هو إزالة الفرقة السياسية برمتها وعدم ترشيح أي شخصية سياسية تروج المناصب الوزارية سابقا إن كان منصب رئاسة الوزراء أو إن كان منصب رئاسة الجمهورية. هنالك التشريحية من قبل أنصار التيار الصدري بخصوص الضم اللوجستي وكذلك أيضا بغرفة الإعاشة التي تم بناؤها يوم أمس، وكذلك أيضا هنالك إمدادات من الماء والطعام وما إلى ذلك، بالإضافة إلى أن أتباع التيار الصدري بدأوا يفترسون الأرض للمنام والجلوس في مجلس النواب مقررين ومصممين في البقاء لحين تحقيق مطالبهم او لحين ان تكون هنالك حوار سياسي بين القيادات السياسيه بين مكتب الصدر وبين الاطار التنسيقي وشخصيات الاطار التنسيقي للوقوف على اخر التطورات السياسيه، ان كان يرضي بمرشح تسويه او ان كان يرضي بحل لسلسله من الخلافات. المحتجون هنا يعني ربما من جميع المحافظات العراقيه ومن الفرات الاوسط وكذلك ايضا حتى من جميع مناطق العاصمة في بغداد وبالتحديد شرق العاصمة في بغداد في مجلس النواب. بدأت هنالك في مجلس النواب تنسيقية من قبل المحتجين لتوزيع الطعام في فترات مختلفة وكذلك أيضا الشراب، وحتى هنالك أصبحت يعني وسائل نقل بين مجلس النواب وبين الخط الذي يربط جسر الجمهورية للعبور المحتجين صباحا ونهارا وحتى ليلا حتى لا ينقطع الطريق المؤدي من مجلس النواب والى جسر الجمهورية ومن ثم الى ساحة التحرير.